لكل أحبائنا، لكل أجدادنا، لكل طلابنا. أقول لكم أيها الأعزاء، واسمحوا لي أن أتكلم معهم بلغة شعبية، نحن هون أيها الأعزاء، إذا كنت فقدت آباءكم فسنحاول أن نكون آباءكم بكل عاطفتنا وكل حنان. لا تشعروا بأنكم عندما فقدت آباءكم أنكم فقدتوا القوة، لا تشعروا أنكم ضايعين، لا تشعروا بأنكم تعيشوا الألم بحياتكم. إحنا بخدمتكم كل ما نستطيع، نخدمكم بعيوننا، نخدمكم بقلوبنا، ونخدمكم بكل ما عندنا من حياتنا. بدنا إياكم إذا كنتوا أولاد، بدنا إياكم تدرسوا منيح وتنطلقوا بحياتكم في التربية حتى تصيروا رجال المستقبل، حتى أنتوا بكرة تكونوا تصنعوا المستقبل، أنتوا تبنوا هالمستقبل، أنتوا ترعوا بالمستقبل الأيتام الذين يحولهم الطغاة إلى أيتام كما حولكم الطغاة إلى أيتام. بدكم تفهموا يا أعزائنا أن الذين قتلوا آباءكم أو أمهاتكم واللي دمروا حياتكم واللي أخذوا البسمة من شفاهكم، هؤلاء لازم تفهموا بالمستقبل ما لازم يكونوا هن اللي بيحكموا البلد وهن اللي بيسيطروا على الناس، حتى ما بيصنعوا لنا أيتام مثل ما صنعوكم كأيتام. بدنا إياكم تدرسوا مليح، بدنا إياكم تتعلموا مليح، بدنا إياكم تنضبطوا مليح، بدنا إياكم تطاوعوا معلميكم ومربيكم، لأنهم بيدكم تكونوا مثل ما الله بريد. نريدكم تنشأوا تحبوا الله، ونريدكم تنشأوا تحبوا رسول الله، وتحبوا أهل بيت النبي صلى الله عليه وآله وسلم. نريدكم تنطلقوا وعيونكم تفرح وتبتسم، وشفاهكم تفرح وتبتسم. إحنا كما قلنا لكم إن شاء الله من الروضة إلى الجامعة، ونحاول بكل جهدنا نقدم لكم كل ما عندنا اللي علينا نعمله. بس أنتوا سواء كنتوا أولاد أو بنات، الولد بدي يصير رجل والبنت بدها تصير امرأة واعية، بدنا إياكم ما تشعروا بضعف، ما تشعروا بألم، ما تشعروا بحزن، ما تشعروا أنكم ضايعين، ما بتشعروا بأنه ما إلكم أحد. كلنا بخدمتكم، والإحنا وإنتم بنكون بخدمة الله وخدمة الناس وخدمة الحياة كلها، حتى ننطلق إلى الله سبحانه وتعالى لنحصل على محبته ورضاه.